ماذا تعرف عن برج العرب؟ افتتح برج العرب في دبي سنة 1999 ويعرف باسم الشراع العربي عرب سايل، لكون تصميمه مستوحى من شكل شراع السفينة، وهو أحد أملاك أمير دبي الشيخ محمد. ويعد فندق برج العرب من فئة فنادق الخمس نجوم، ويحتل المركز الثالث بين الفنادق العالمية من حيث الارتفاع، إذ يصل ارتفاعه المكون من 56 طابقا إلى 321 مترا، ويبعد عن شاطئ الجميرة 280 مترا، ويرتبط باليابسة من خلال جسر. تقدر تكلفة بناء برج العرب بأكمله بنحو مليار جنيه استرليني، إذ استخدم ما يقارب ربع هذه التكلفة لتغطية تكاليف إنشاء الجزيرة الاصطناعية التي بني عليها البرج، والتي ترتفع 7.5 متر فوق مستوى سطح البحر، وقد استغرق إنشاؤها 3 سنين، بينما استغرق بناء البرج مدة عامين، إذ قام بعملية البناء فريق عالمي مكون من 250 مصمما و3500 عامل، إضافة إلى أكثر من 3000 مقاول. ويجدر بالذكر أن ما يقارب 12 ألف طن من المعدن قد استخدمت في إنشاء هيكل البرج، ويتخذ جناحا المبنى شكل حرف V الإنجليزي، وذلك لمحاكاة شكل ساري السفينة. يقوم تشييد الأبراج في الغالب على أرضية صخرية، إلا أن عدم وجود الصخور في منطقة تصميم برج العرب أظهر الحاجة إلى بنائه على الرمل، إذ يتميز المبنى بارتكازه على أعمدة دائرية يبلغ طولها 250 مترا، كما يبلغ قطرها 1.5 متر، وتمتد على عمق 45 مترا تحت مستوى سطح البحر. أما دعاماتها الجانبية فتتسم بوزن وطول كبيرين. ويجدر بالذكر أن واجهات البرج الخارجية تتكون من 50 ألف متر مربع من الجدران الزجاجية، إضافة إلى 35 ألف متر مربع من الألمنيوم. أما الهيكل المعدني الداخلي فيتكون من ألواح من الألمنيوم وبسمك 6 ملم لكل منهما. تم توجيه مبنى برج العرب بزاوية تضمن خفض كمية الحرارة المكتسبة خلال فصل الصيف الحار، علما أن الواجهة الجنوبية للبرج تمتص أكبر كمية من هذه الحرارة، وذلك لكونها الواجهة الأكثر تعرضا لأشعة الشمس. أما المدخل الرئيسي للمبنى فقد صمم على شكل باب دوار للتحكم بالهواء الداخل والخارج أيضا، وبالتالي منع حدوث ظاهرة تأثير المدخنة The Stack Effect، والتي تحدث عند حركة الهواء الساخن إلى الأعلى والبارد إلى الأسفل. يراعي تصميم البرج التحكم بالاهتزازات التي قد يتعرض لها الصاري، والذي يرتفع 60 مترا فوق سطح المبنى، وذلك منعا لحدوث أي تمايل للهيكل، إذ أضيف دعامتين لضبط الصاري حيث تزن كل منهما حوالي 2 طن. وللمحافظة على توازن البرج عند هبوب الرياح القوية، فقد علقت أجسام بوزن 5 أطنان في أماكن مختلفة من المبنى، إذ تتحرك باتجاه معين بحسب هبوب الرياح، وذلك لإبقاء البرج آمنا. هذا ويراعي تصميم الهيكل المعدني الخارجي للبرج مقاومة الزلازل والرياح القوية، أما لمقاومة التمدد والتقلص الحراري الحاصل للجسور المكونة لهيكل البرج نتيجة تغير درجات الحرارة بفارق يقارب 14 درجة مئوية يوميا، فقد أخذ بعين الاعتبار وضع حلقات معدنية بين هذه الجسور. يمكن الاستمتاع بديكورات برج العرب الفخمة وقضاء أوقات جميلة داخله، إما من خلال الإقامة فيه، إذ يبلغ أقل سعر للإقامة لمدة ليلة واحدة ما يقارب 1150 دولارا، أو من خلال تناول الغداء أو العشاء في أحد مطاعمه، إذ يحتوي البرج على 9 من أفضل مطاعم العالم، والتي تتميز بالإطلالات الرائعة والديكورات والزخارف الفريدة، كما تشتهر بتقديم العديد من المأكولات والمشروبات الفاخرة. يضم البرج 202 جناح فندقي بطابقين، وبمساحات تتراوح بين 170 إلى 780 متر مربع لكل منهما. وتتميز هذه الأجنحة بإطلالات خلابة على الخليج العربي، إضافة إلى العديد من أفضل وسائل الراحة والمرافق الترفيهية، ومنها الأجنحة الملكية الفاخرة، والتي تتميز بالإنارة الطبيعية والأثاث الفاخر ذي الألوان الجذابة، وبعض المرافق والخدمات الخاصة كالسينما والمصعد، بالإضافة إلى الجناح البانورامي الذي يمتاز بالنوافذ الزجاجية الممتدة من الأرض إلى السقف في كل من طابقيه.
تبرز هذه النوافذ تبرز إطلالة رائعة بمدى 180 درجة، كما يوفر الفندق أنواع أخرى من الأجنحة الفندقية كالأجنحة الدبلوماسية والأجنحة الرئاسية وغيرها. يتميز برج العرب بعدة عناصر تصميمية ومنها الشراع. الشراع يتخذ لونا حيويا مختلفا ومميزا عن لون الأفق، إذ يظهر بطيف من الألوان في الليل بينما يظهر باللون الأبيض الساطع في النهار، ويشكل الشراع تحديا تقنيا هاما، إذ استخدمت فيه بعض التقنيات التي لم يسبق لها مثيل في العالم. من عناصره التصميمية أيضا مهبط للطائرات The Helipad، يوفر منصة يمكن من خلالها القدوم للبرج عبر المروحيات أو المغادرة منه، كما يتيح فرصة مشاهدة المدينة من زاوية مختلفة، ويقع المهبط على ارتفاع 212 مترا فوق سطح البحر. من العناصر التصميمية الهامة أيضا في برج العرب أيضا النافورة الإهليلية The Ellipse Fountain، تقع عند مدخل البرج وتشكل سيمفونية بصرية رائعة، إذ يمزج تصميمه بين طلقات نارية ونحو 20,000 لتر من الماء. هناك أيضا هيكل مطعم سكاي، يعد أحد أكثر الهياكل خطورة وتعقيدا، ويعادل وزنه 350 طنا، وقد تم تركيبه على ارتفاع 200 متر فوق مستوى سطح البحر، إذ بني على دعامتين جانبيتين وثمانية عوارض معلقة من طرف واحد بطول يقارب 30 مترا. يرمز برج العرب إلى التغير الذي حصل لدولة الإمارات، إذ انتقلت من حياة البادية والصحراء إلى حياة الازدهار والتقدم، مما ألهم المهندس خوان تشيو لوضع تصاميم الديكور الداخلي للبرج، والتي استوحاها من حضارة الشعب والأرض. فقد تم اختيار الألوان القوية والمليئة بالحياة من عناصر البيئة، وهي الأرض والماء والنار والهواء، وتضم الديكورات بعض تقاليد الضيافة العربية. ومن أجزاء البرج الداخلية أو برج العرب من الداخل نجد الأتريوم. يعد الأتريوم الأعلى ارتفاعا على مستوى العالم، إذ يصل ارتفاعه إلى أكثر من 180 مترا، ويتميز تصميمه المحاط بالأعمدة الذهبية بوجود نافورة مائية راقصة في وسطه، والتي قد ترتفع لتصل أكثر من 42 مترا، كما يتسم بالإنارة الطبيعية والدفء الناتج عنها. من أجزاء البرج الداخلية أيضا أحواض الأسماك The Aquariums. يضم برج العرب ثلاثة أحواض مائية، إذ يقع أحدهما في مطعم المحارة، بينما يوجد الاثنين الآخرين في ردهة الفندق الرئيسية، وتحتوي هذه الأحواض على ما يقارب 50 نوعا من الأسماك. من أجزاء البرج الداخلية أيضا الشلال المتسلسل The Cascade Waterfall، يتخذ تصميمه شكل درجات مصنوعة من الحجر، ويتميز بحركة الماء فيه على شكل أقواس، إلى جانب تأثيرات الإضاءة الجميلة. ويقع هذا الشلال بين السلالم المتحركة التي تؤدي لمطعم صحن الدار. هناك الأضواء، حيث يضم برج العرب العديد من تجهيزات الإنارة والتي تصل إلى أكثر من 28,000 مصباح كهربائي. صمم برج العرب أساسا على يد المهندس المعماري البريطاني توم رايت، والذي ولد في كرويدون بلندن سنة 1957، ودرس في مدرسة راسيل الملكية، ثم التحق بكلية الهندسة المعمارية في جامعة كينغستون ليمارس فيما بعد العمل في مجاله، إذ انضم سنة 1983 إلى المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين. وقد أقام توم رايت في مدينة دبي خلال فترة تصميم وإنشاء البرج، كما استلم منصب إدارة المشروع في شركة أتكنز المسؤولة عن تنفيذه، والتي تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الهندسية. لعب برج العرب دورا كبيرا في تطور دبي، وتتلخص أهميته في توفير فرص عمل جديدة، ارتفاع الإيرادات الحكومية بسبب فرض الضرائب، المساهمة في تطوير القطاع السياحي، إذ يعد موقعا سياحيا هاما مطلوبا بشدة في الإمارات العربية المتحدة كلها، وأخيرا ارتفاع الطلب على السلع والخدمات المحلية.